بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بالشيخ نرحب به، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الرهن، وقفنا عند قوله عن الرهن: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وضحنا هذه العبارة فيما سبق ونعيد توضيحها. سبق لنا أنه يشترط عند الجمهور أن يكون الرهن مقبوضا عند المرتهن، وفي حوزته حتى يطمئن عليه، ولقوله تعالى: فرهان مقبوضة، فوصفها بأنها مقبوضة. فهو في هذه الحال، أي في حال كونه عند المرتهن وفي قبضته، يكون أمانة عنده، فيده عليه يد أمانة. والقاعدة في القاعدة عند الفقهاء أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه يضمن. فإذا كان تلف الرهن من غير تعد، إذا كان تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد منه ولا تفريط، فلا ضمان عليه لأنه أمين. وإن كان تلفه بسبب تفريطه، بأن تركه ولم يحفظه، ولم يعمل له حماية حتى ضاع أو أخذ أو سرق، ترك الباب مفتوحا أو تركه خارج حرزه حتى ضاع، فإنه يضمن لأنه مفرط. أو تعدى عليه بأن أحرقه أو أتلفه أو سلط عليه شيئا أتلفه، فهذا تعد منه، فيضمن هذا الرهن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. ولا يسقط بتلف الرهن شيء من دين الراهن، لأن الدين في ذمة المدين، باق في ذمة المدين، والرهن إنما هو وثيقة، فإذا تلف فإنه لا يؤثر على الدين، غاية ما يكون أن الدين يبقى بدون رهن. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. هذاك إذا تلف جميعه، أما إذا تلف بعض الرهن فإن باقيه يكون رهنا بجميع الدين، لأن الدين يشغل جميع الرهن، فإذا تلف بعضه فالباقي يبقى رهن بجميع الدين. فلو فرضنا مثلا أنه رهن عنده 5 من الغنم، فتلف منها 3 وبقي 2، فإن 2 يكونان رهنا بالدين كله. نعم. قال: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. هذه مسألة أخرى. إذا كان الرهن بدين ثم سدد بعض الدين، فلا نقول إنه ينفك من الرهن بقدر ما سدد، كما لو سدد نصف الدين فنقول ينفك نصف الرهن، لا، يبقى الرهن رهنا بجميع الباقي، يبقى الرهن رهنا بالباقي، ويكون
في جميع المرهون، يكون في جميع المرهون فلا ينفك بعضه مع سداد بعض الدين. نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة في الرهن، فلو رهن مثلا شاة جاز أن يزيد معها ثانية وثالثة، لأن هذا زيادة توثيق وفيه خير للمرتهن. دون الدين فلا، فإذا رهن عينا بدين فلا يجوز أن يزيد في الدين ويقول هذا يتبع الدين السابق في الرهن. لو مثلا رهنه بمئة ريال ثم ألحق مئة أخرى وقال يكون رهنا بمئتين فلا يصح هذا، لأنه صار رهنا بالمئة الأولى فلا يلحقه دين أو حق آخر. نعم. يعني يتصور أحسن الله إليك أنه يزاد في الرهن، يعني الراهن يتصور أنه يزاد في الرهن، قلنا رهنه شات ثم زود رهنه شاتين أو ثلاث، ما الذي يمكن يحمل على ذلك؟ هذا زيادة خير لأنه زيادة توثيق، لكن العكس وهو أن يزيد في الدين ولا يزيد في الرهن هذا ممنوع، لأنه صار رهنا بالدين الأول وانشغل بالرهن الأول فلا يشغل بدين آخر. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا، نعم، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. لو تعدد الراهن بأن رهن عينا عند اثنين في دين لهما ثم سدد أحدهما انفك الرهن في نصيبه وبقي رهنا في حق الآخر، انفك الرهن في نصيب الذي سدد له وبقية الرهن الزائدة على حق ذلك الذي سدد له يبقى رهنا على حاله. فمثلا لو رهن سيارة عند زيد وعمر في دين لهما عليه فسدد عمرا، فإن نصف السيارة ينفك والنصف الآخر يبقى مرهونا حتى يسدد له، هذه صورتها. والعكس لو أن اثنين رهنا عينا عند شخص، اثنين مشتركان في عين كالسيارة مثلا، فرهناها عند شخص في دين عليهما ثم جاء أحد المدينين وسدد، فإن الرهن في حقه ينفك في نصيبه ويبقى حق الآخر في هذه العين مرهونا بحاله. نعم. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. هذه هي الفائدة من الرهن، أنه إذا حل الدين وطالب به صاحبه فإن المدين يلزمه أن يسدد الدين ويسترجع الرهن، فإن لم يسدد الدين نظرنا، فإن كان أذن للمرتهن ببيعه عند حلول الدين أو أذن لعدل آخر غير الدائن بأن يبيع الرهن عند حلول الدين والمطالبة به فإنه يباع، يبيعه من أذن له من المرتهن أو العدل ويسدد الدين. فإن لم يكن أذن بالبيع وأبى أن يسدد الدين فإن الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد الدين، وإن بقي شيء من قيمة الرهن فإنه يرجعه على صاحبه على الراهن. نعم. أعيد العبارة. قال: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. نعم، لأن هذا هو المقصود من الرهن، أنه يسدد
من قيمته عند حلول الدين إذا تعذر الوفاء. نعم. وإلا أجبره الحاكم على وفائه، وإلا بأن امتنع من سداد الدين ولم يأذن في بيعه لا للمرتهن ولا لعدل، فإن الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد منه الدين، وإن بقي شيء يرده على صاحبه لأنه ملكه. نعم. قال وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. نعم. فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. نعم. قال رحمه الله فصل، ويكون عند من اتفق عليه. نعم، تقدم أنه يشترط أن تكون الرهان مقبوضة، أن تكون الرهون مقبوضة، فرهان مقبوضة. والأصل أنها تكون مقبوضة عند المرتهن. نعم. فإن لم يثق الراهن بالمرتهن، لم يثق الراهن بالمرتهن على ملكه المرهون، فإنه يكون بيد عدل، أي بيد شخص ثالث، يكون عدلا أي مأمونا وثقة، فيجعل الرهن عنده من أجل توثيق الدين. نعم. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. فإن أذن للعدل الذي عنده الرهن بالبيع عند حلول الدين فإنه يبيعه بناء على الإذن، لأنه حينئذ يصح بيعه لأنه مأذون له ببيعه، لكن لا يبيع إلا بنقد البلد لأن هذا هو المعروف. فإذا كان نقد البلد بالدنانير فإنه يبيعه بالدنانير، إذا كان نقد البلد بالريالات فإنه يبيعه بالريالات ولا يبيعه بنقد غير نقد البلد، لأن هذا يخالف الإذن، لأن الإذن ينبني على العرف في البلد، فإذا باعه بغير نقد البلد فقد تصرف تصرفا غير مأذون به، فلو كان نقد البلد ريالات وباعه بدولارات لم يصح لأنه غير مأذون له بذلك. نعم. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. هذا العدل الذي كان عنده الرهن وأذن له ببيعه وباعه وقبض ثمنه، ولكن بعدما قبض الثمن تلف من غير تعد منه ولا تفريط لم يضمن، لأنه أمين والأمين لا يضمن، فيكون يتلف على الراهن، يتلف على الراهن. نعم. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. إذا ادعى العدل الذي أذن له ببيع الرهن أنه باعه ودفع ثمنه إلى المرتهن فأنكر المرتهن، قلنا للعدل الذي يدعي الدفع هات البينة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على أنك سددت، فإن أقام البينة بريء، وإن لم يقم البينة فإنه يضمن لتفريطه، إلا إذا كان ذلك بحضور المرتهن الراهن، إلا إذا كان ذلك بحضور الراهن، يعني سدد الدين بحضور الراهن ولم يقم عليه ولم يشهد عليه، ولم يشهد على التسديد، وكان ذلك بحضور الراهن، فإن العدل لا يضمن إذا أنكر المرتهن، أنكر القبض، لأن المفرط صار هو المرتهن حيث لم يأمر العدل أن يشهد على الدفع. نعم. قال وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن. هذا هو، إذا كان بحضور الراهن دفعه وأنكر ولم يقم بينة عليه
وكان ذلك بحضور الراهن، يعني الدفع بحضور الراهن. قال الراهن صحيح أنه مسدد، الراهن قال صحيح أنه مسدد. قلنا أنت المفرط، لماذا لم تأخذ بينة على التسديد؟ نعم. قال ضمنك وكيل. نعم، يضمن في إذا انتفى الشرطان، إذا لم يقم بينة ولم يكن ذلك بحضور الراهن فإنه يضمن لأنه مفرط كالوكيل، كما لو وكل شخصا في تسديد دين عليه فسدده ولم يشهد وأنكر الدائن، أنكر قبض الدين وليس عند الوكيل بينة، فإنه يضمن لأنه مفرط حيث لم يشهد على التسديد. نعم. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. هاتان مسألتان، المسألة الأولى إذا شرط الراهن على المرتهن أن لا يبيعه إذا حل الدين، قال برهنك إياه ولكن شرط أنك ما تبيعه أو أنه ما يباع وقت حلول الدين، لأنه شيء أنا أحتاجه وغالي ولا به باع. قلنا هذا الشرط باطل لأن هذا ينافي مقتضى الراهن، هذا شرط باطل والراهن صحيح. نعم، هذه مسألة. وإن جاءه بحقه في وقت أو كذا، إن جاءه أو شرط إن جاءه في بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، فهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل والرهن صحيح. لماذا كان باطلا؟ لأنه لا يجوز للمرتهن أن يصادر الرهن، وإنما يباع الرهن ويسدد منه الدين، فإن بقي منه شيء فهو للراهن لأنه ملكه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. نعم. قال لم يصح الشرط وحده ويقبل القول، يعني لم يصح الشرط وحده والرهن صحيح، والرهن صحيح ويجري عليه تطبيقات الرهن السابقة كأنه لم يشرط شيء. نعم. نقول الشيخ لأن هذه الشروط تذهب المقصود من الرهن. نعم، تذهب المقصود من الرهن. الشرط الأول نعم يذهب المقصود من الرهن، لأن المقصود من الرهن أن يباع عند حلول الدين ويسدد من ثمنه، فإذا شرط أنه ما يباع فهذا ينفي المقصود من الرهن. وفي الحالة الثانية هذا يهدر حق الراهن، لأن الرهن ملك له، فإذا قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فهذا إغلاق على الراهن ومصادرة لحقه في الرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن، بأن قال مثلا المرتهن أنت رهنت عندي سيارتين، وقال الراهن لا بل رهنتك سيارة واحدة، فإنه يقبل قول الراهن لأنهما اتفقا على السيارة الواحدة واختلفا في السيارة الثانية والأصل عدمه، فيقبل قول الراهن، هذه واحدة. والثانية والرهن في قدر الدين والرهن، قدر الدين إذا قال رهنتك هذه العين 100 ريال، وقال المرتهن بل رهنتنيها 200، فإنه يقبل قول الراهن لأن الأصل عدم الزيادة، اتفق على 100 واختلف في 100 الثانية والأصل عدمها، فيقبل قول الراهن. نعم. قالوا يقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، خلصنا منه. نعم. ورده، ورده إذا سدد الدين، إذا سدد المدين الدين ثم طالب
المرتهن برد الرهن، لأنه أصبح لا مبرر لبقائه في يد المرتهن بعد قبض حقه. فقال المرتهن: أنا دفعته إليك. وقال الراهن: لا، لم تدفعه إلي. فيقبل قول الراهن، لأن الأصل عدم التسديد، إلا إذا جاء المرتهن ببينة أنه سلم الرهن للراهن، فإنه حينئذ يبرأ، وإلا فيكون مفرطا حيث لم يشهد على رده. نعم. وكونه عصيرا لا خمرا، والأصل عدم الرد. الأصل عدم الرد. ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح رهنه. فلو مثلا اختلف فقال الراهن: أنا رهنتك عصيرا، العصير يصح بيعه ويصح رهنه. وقال المرتهن: أنت رهنت عندي خمرا، والخمر لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، فإنه يقبل قول الراهن في أنه عصير وليس خمرا، لأن الأصل في معاملات المسلم أن تحمل على الصحة ولا تحمل على عدم الصحة. نعم. وإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى قبل على نفسه. نعم. وإن أقر أنه ملك غيره، وإن أقر الراهن أن هذا الرهن ملك لغيره، فقال له: رهنته عندك وهو ليس لي. قد سبق لنا أنه يشترط في الرهن أن يكون ملكا للراهن أو مأذونا له، ملكا له أو مأذونا له في رهنه. فهو ادعى أنه ملك غيره ولم يؤذن له برهنه من أجل أن يخلي الدين من الوثيقة، فإنه لا يقبل منه ذلك، لأنه يدعي على غيره، يريد أن يهدر حق المرتهن، يريد أن يهدر حق المرتهن، فيبقى رهنا وتجرى عليه أحكام الرهن، ثم يؤاخذ بإقراره بعد سداد الدين وبعد بيع الرهن وتسديد الدين منه، يؤاخذ على إقراره فيضمن لمن أقر له بهذا الشيء إذا طالبه بذلك. نعم. أو أنه جنى، أو أن أقر أن العبد جنى وأنه عليه جناء أرش جناية، والأرش جناية العبد متعلق برقبته كما يأتي في باب الجنايات. فادعى أن هذا العبد المرهون قد جنى وأنه متعلق به حق للغير وهو أرش الجناية، فإن هذا لا يبطل الرهن، فيبقى رهنا وتجرى عليه أحكام الرهن، ثم يطالب المقر فيما بعد ذلك بما أقر به، ولكن لا يقبل إقراره على غيره، لا يقبل على المرتهن. نعم. قال: وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه. على نفسه، ولا يقبل على الراهن. وحكم بإقراره بعد فكه. بعد فك الرهن حكم بإقراره أنه ملك غيره، أنه لفلان وليس ملكا له، وحكم عليه بأرش الجناية في هذا العبد المرهون بعد فكه، لأنه إقرار على نفسه ولا يقبل على غيره. نعم. قال: إلا أن يصدقه المرتهن. إلا إذا صدقه المرتهن فقال: صحيح إن هذا ما هو ملك لك، أو أن هذا العبد جنى، فإنه حينئذ يتعلق هذا بالرهن، فلا يصح الرهن في الحالتين، لأنه اعترف بتعلق حق الآخرين به. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. تقدم لنا أن مؤونة الرهن على الراهن لأنه ملكه، لكن إذا كان الرهن نفسا محترمة يجب المحافظة عليها كالدابة، والعبد يحتاجان إلى نفقة، وإلا فإنهما يتضرران بعدم النفقة أو يتلفان، فحينئذ للمرتهن أن يركب الدابة
للمرتهن أن يركب الدابة وأن يسكن للمرتهن أن يركب الدابة وأن يحلبها بمقابل ما ينفق عليها، لأنه لو لم ينفق عليها فإنها تتلف وتموت وهي نفس محترمة، فتتلف وتموت. فله إذا يعني ما أنفق عليها الراهن، ما أنفق على هذه الدابة ولا على هذا العبد مثلا، وهو ما أنفق على هذه الدابة التي تحلب أو هذه الدابة التي تركب، فللمرتهن أن يقوم بذلك في مقابل أنه يركب الدابة ويحلب لبنها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. نعم، وذلك محافظة على هذه العين المحترمة من التلف أو من الضرر بعدم الإنفاق عليها. نعم. قال: وإن أنفق على الرهن بغير إذن قال: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. نعم، إذا لم ينفق عليه الراهن فإن للمرتهن أن ينفق عليه ويأخذ مقابل ذلك أنه يركب الدابة ويحلب لبنها في مقابل الرهن. نعم، في مقابل النفقة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي ناصر الطحيني في هندسة الصوت، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.